نشرة الأخبار من النبأ والبداية في أبرز العناوين. دراسة دولية تقول إن طيران حفتر ودول المساندة له هي المسؤول الأول عن القتلى المدنيين في ليبيا. شباب قبيلة العواجير يبدون استعدادهم للتوسط بين الأطراف المتصارعة في منطقة الهلال النفطي بهدف حقن الدماء. قتلى وجرحى من ميليشيات الكرامة خلال اشتباكات مع قوة حماية درنة بمحوري شيحة والمغار. أهلا بكم مشاهدين إلى تفاصيل. كشفت دراسة أعدتها مجموعة مراقبة إير وورز في لندن ومجموعة نيوز أمريكا الفكرية ومقرها في واشنطن عن مقتل 230 مدنيا على الأقل في الحرب الجوية الفوضوية بليبيا. وفحصت دراسة التي نقلتها صحيفة ذا واشنطن بوست نتائج 2158 ضربة جوية منذ سبتمبر 2012 قامت بها على الأقل 7 جهات محلية ودولية. وخلص الباحثون إلى أن 324 مدنيا على الأقل أصيبوا أيضا في تلك الهجمات. ووفقا للدراسة لم تتم الضربات الجوية في ليبيا من قبل القوى المتصارعة ومن قبل الضربات الأمريكية فحسب، ولكن من قبل فرنسا ومصر والإمارات. ووجدت الدراسة أن القوات التي يقودها خليفة حفتر هي المسؤول الأكبر عن عدد قتلى مدنيين منذ 2012. وفقا للدراسة أيضا فقد قامت الإمارات بتنفيذ 35 ضربة جوية في ليبيا منذ ذات الفترة، فيما نفذت مصر 41 ضربة على الأقل. وذكرت ذات دراسة أن 50% فقط من هذه الضربات أعلن عنها أو أعلن عنها، وهو ما جعل محاسبة قاتلي المدنيين غامضة إلى حد الآن. وقالت الدراسة إن الحكومة المقترحة نفذت ما يقارب عن 54 ضربة جوية أدت إلى مقتل ما يقارب 63 مدنياً. وأضافت الدراسة أن الولايات المتحدة نفذت طائراتها ما يقارب 525 ضربة على متشددين في ليبيا منذ سبتمبر 2012. نفت القيادة الأمريكية في أفريقيا أفريكوم في بيان لها مقتل مدنيين في الضربة الجوية التي استهدفت عناصر من تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي بالقرب من مدينة بنيوليد. وقالت أفريكوم في بيان لها عبر تويتر أنها تابعت التقارير التي تزعم بمقتل المدنيين في الغارة، مؤكدة أن لا أساس لها من الصحة على حد تعبيرها. هذا وكانت أفريكوم نفذت غارة جوية في السادس من يونيو الجاري أدت إلى مقتل 4 أشخاص. نفت قوة حماية وتأمين سرت التابعة لعملية البنيان المرصوص ووقوع اشتباكات لأي وحدة عسكرية تتبع لقواتها خارج مدينة سرت. وقالت القوة عبر صفحتها بفيسبوك إن جميع الوحدات العسكرية التابعة لها عادت إلى مواقعها بعد انتهاء الدوريات الروتينية لتأمين الأودية شرق وجنوب المدينة. هذا وكانت قد وصلت إلى مدينة سرت الثلاثاء وحدات عسكرية تابعة لقوة حماية وتأمين سرت لتأمين المدينة والمناطق المحيطة بها. أبدى شباب قبيلة العواجير استعدادهم للتوسط بين الأطراف المتصارعة في منطقة الهلال النفطي بهدف حقن الدماء. وعبر شباب القبيلة في بيان لهم عن قلقهم حيال الأحداث الجارية في المنطقة، منددين باستخدام القوة المفرطة في منطقة استراتيجية
تشكل المصدر الرئيس لاقتصاد البلاد. ورحب شباب القبيلة بإطلاق رئيس حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى إبراهيم جدران بإطلاق سراح أسرى ميليشيات الكرامة لديه، معتبرين الخطوة أنها تشكل منطلقا للحوار والوصول إلى حل يرضي الجميع. وفي ذات السياق، أكدت مصادر النبأ وصول 6 خبراء عسكريين فرنسيين إلى بلدة بشر لدعم ميليشيات الكرامة في الهلال النفطي. ويأتي ذلك عقب فشل ميليشيات الكرامة في السيطرة على المنطقة بعد القصف الجوي المكثف الذي تسبب في تدمير عدد من الخزانات النفطية وخروجها عن العمل. رغم اختلاف الزمان والمكان، تأبى ميليشيات الكرامة إلا أن تمارس سياسة الأرض المحروقة في هجومها على أي منطقة تحاول السيطرة عليها. بعد أن فشلت محاولاته في استعادة منطقة الهلال النفطي، يعود حفتر ليكرر ذات الأمر في استخدام طائراته لقصف الأحياء والمنشآت النفطية دون أن يراعي عواقب ذلك. لم يستطع الرجل حسم أي معركة دون تدخل حلفائه، سواء بالسلاح أو بالدعم اللوجستي، فطياراته المتهالكة لا يمكن الاعتماد عليها ليجلب كعادته الدعم من حلفائه العسكريين ليقودوا المعركة بالنيابة عنه. وبالفعل لم يتأخر الدعم، حيث أكدت مصادر النبأ وصول 6 خبراء فرنسيين إلى بلدة بشر شرق راس لانوف، حيث تتمركز قوات ميليشيات الكرامة وسط حراسة أمنية مشددة. المصادر رجحت أن يكون الخبراء مختصين في مجالات الطائرات المسيرة التي يعتمد عليها حفتر كثيرا في عملياته. وصول الخبراء الفرنسيين جاء ليؤكد ازدواجية التعامل في السياسة الفرنسية، فمن جهة تدعم قائد الميليشيا عسكريا، ومن جانب آخر تبادر برعاية اتفاق بين الأطراف السياسية يقضي بوقف العمليات العسكرية بجميع مناطق البلاد، الأمر الذي يشكك في جدية باريس لإنهاء الأزمة الليبية. وما زالت الاحتمالات تتوارد حول نتائج معركة الهلال النفطي في ظل مواصلة ميليشيات الكرامة استهدافها للمنطقة بشكل مكثف وعشوائي، ومدى تأثيرها على الاستحقاق الانتخابي الجديد وإنهاء حالة الصراع الذي تشهده البلاد من حين لآخر. دعا جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى الهلال الأحمر الليبي إلى استلام الدفعة الثانية من الأسرى التابعين لميليشيات الكرامة. وذكر الجهاز عبر صفحته بفيسبوك أنه تواصل مع الهلال بشكل رسمي بعد أن سلم الدفعة الأولى خلال اليومين الماضيين. كما أكد الجهاز أن كافة الأسرى التابعين لميليشيات يعاملون معاملة حسنة حسب ما أورد الجهاز. هذا ونشر جهاز حرس المنشآت النفطية فيديو يظهر استخدام ميليشيات الكرامة للمؤسسات النفطية في شركة فاوس كمخازن للذخيرة. وقال الجهاز عبر صفحته بفيسبوك إن الذخائر المخبأة في المؤسسات مستوردة من الجيشين المصري والإماراتي، مؤكدا أن الميليشيات تستخدم تلك المؤسسات النفطية كمقرات لها. أفادت مصادر محلية من درنة بأن الاشتباكات في المدينة أسفرت عن مقتل 23 عنصرا من ميليشيات الكرامة في عمليتين منفصلتين بمحوري شيحة والمغار. وبحسب مصادر النبأ، استشهد أحد عناصر القوة وأصيب 2 آخران بجروح متفاوتة.
وذكرت المصادر أن قوة حماية المدينة تمكنت من إعطاب مدرعة وتدمير دبابة وسبعة آليات عسكرية تابعة لميليشيات الكرامة. هذا وأعلن الهلال الأحمر الليبي انتشال 18 جثة من درنة خلال الأيام الماضية، ما يكشف حجم الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الكرامة بحق المدنيين في ظل قطعها كافة الاتصالات عن المدينة. التقرير التالي يكشف جانبا من تلك الانتهاكات. بعيدا عن الأضواء وخلف ستائر العتمة تباد درنة، قرابة الشهرين مضيا على إطلاق قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر حملته العسكرية على المدينة، والتي لم تترك حجرا ولا شجرا إلا وطالته بيد سوء. في 7 أبريل أطلق قائد الميليشيات حملته العسكرية ضد المدينة في خطوة منه لدحر خصومه وبسط نفوذ سيطرته على الشرق، فاتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للسيطرة على درنة. اعتداء حفتر على المدنيين جاء عقب فشله في إخضاع المدينة عبر حصارها وتجويعها، فكان الحل العسكري ضرورة بالنسبة للرجل. أهالي درنة تعزلهم الميليشيات عن العالم الخارجي بعد قطع أغلب الاتصالات عنهم، في خطوة يرى فيها كثيرون تهدف إلى تغييب العالم عن تسجيل انتهاكات ميليشيات الكرامة من خلال عمليات القتل والتهجير والاعتقالات خارج إطار القانون. شلل في الخدمات وانقطاع للمياه والكهرباء وأغلب الضرورات الملحة دفع الأهالي للاستغاثة وطلب تحييد المدنيين عن الصراع، وهو ما لم يلتزم به حفتر. ورغم قطعها عن محيطها الخارجي إلا أن الشمس لا تغطى بغربال، إذ كشف الهلال الأحمر الليبي فرع درنة انتشال 18 جثة في المدينة خلال أيام فقط، حصيلة قد تكون مجرد قمة جبل جليدي يخفي وراءه جرائم بحق بشر كل ذنبهم أنهم رفضوا حكم الظالمين. عشرات الضحايا ارتقوا جراء قصف جوي أو قذائف عشوائية على منازلهم، وآخرين تركوا مدينتهم التي عاشوا فيها هربا من الانتهاكات، فيما تنظم الميليشيات حملات تضليل إعلامي وتمصل للحقائق عبر قطع المدينة عن محيطها الخارجي واستمرار مسلسل الاعتداءات على المدنيين. تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عمليات التخريب التي قام بها عناصر ميليشيات الكرامة لممتلكات المواطنين في مدينة درنة في المناطق التي سيطرت عليها. وأظهر الفيديو حجم الأضرار والتخريب المتعمد لمنازل وممتلكات المواطنين بالمدينة. تعهدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بيتينيا مشايد بالتواصل مع سفراء دول الاتحاد والأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتوضيح الأوضاع التي تعيشها درنة جراء ما تتعرض له من حصار وقصف من قبل ميليشيات الكرامة. وبحسب ما أورد الاتحاد عبر صفحته بفيسبوك، بحثت السفيرة مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن درنة ولجنة نازح ومهجر المدينة، بحثت آخر المستجدات والأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان المدينة. وذكرت البعثة أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على سرعة التواصل مع المنظمات الدولية لفتح ممرات آمنة يتم من خلالها إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وتتابعونا فيها بعد قليل. انطلاق امتحانات النقل النهائية لطلبة المرحلتين الأساسية والثانوية في مختلف المدن الليبية.
بكم مشاهدينا من جديد. قال عضو لجنة المصالحة بتورغا عبد النبي بوعرابة للنبأ أن أكثر من 1000 عائلة عادت إلى ديارها بتورغا. وأضاف بوعرابة أن المجلس المحلي للمدينة سوف يشكل لجانا لمتابعة عودة الأهالي. سيد الكريم، هناك مغالطة في الخبر، لا توجد 1000 عائلة من بنغازي عادت، يعني العائدين إلى تورغا قرابة الذين دخلوا تورغا إلى بيوتهم وكذا أكثر من 1000 عائلة. ما نشاهده في تورغا وأنا موجود في تورغا أن الشركة العامة للكهرباء بدأت في أعمالها، واليوم بدأت في إيصال الكهرباء إلى أعمدة الإنارة الموجودة في تورغا على الطريق الساحلي وفي مدخل تورغا، وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف نرى النور والإضاءة في تورغا إن شاء الله، وهذا العمل مستمر لإيصال الإنارة والكهرباء إلى البيوت وإلى المرافق العامة في تورغا. ومع العلم حتى يومنا هذا لم يحدث أي خرق أمني في عودة أهالي تورغا، الأمور كلها ماشية بسلاسة أو بنظام الحمد لله. انطلقت امتحانات مراحل سنوات النقل في نسختها النهائية على مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. أفادت وزارة التعليم بأن أعداد تلاميذ سنوات النقل الذين توفدوا إلى مراكز الامتحانات نحو 1,000,000 في كامل أنحاء ليبيا. وفي سياق متصل، شرع الطلبة الليبيون في تونس اليوم الأربعاء في إجراء امتحانات نهاية السنة الدراسية لمستوى التعليم الأساسي والثانوي وسط أجواء من التفاؤل والأمل في النجاح. وتتواصل الامتحانات على مدى أسبوع كامل في جميع المدارس الليبية في تونس. أكثر من 500 طالب وطالبة من أبناء الجالية الليبية بتونس توجهوا اليوم إلى مقاعد الامتحانات بالمدارس الليبية في العاصمة التونسية. امتحانات نهاية السنة وصفها القائمون بالمدرسة بأنها تجري في ظروف مريحة. الحمد لله الانطلاقة كويسة، وكنا بدين اليوم يوم 17 يوم الأربعاء مع امتحانات ليبيا، والامتحانات مشت تمام ميسرة وموضوعية، والحمد لله انطلاقة كويس. وبرغم عديد المشاكل المتعلقة برواتب المدرسين وجوانب تنظيمية أخرى، إلا أن إطار التدريس اعتبر نفسه نجح في احتواء الأزمات. رغم الصعوبات الموجودة وتواصل عام دراسي ونجح العام الدراسي، وهذا احنا اللي نبوه وفرحانين به، رغم اللي كل واحد لمحالة عنده حق، ولكن نجحنا العام والحمد لله، والفضل مشاركة الجميع. المدارس الليبية في تونس والتي يبلغ عددها 5 مدارس تسعى جميعها جاهدة من أجل تحصيل العلم والمعرفة لأبناء الجالية حتى تبني نواة لجيل جديد يساهم في بناء ليبيا وطنا جديدا. هذا واستطلعت قناة النبأ آراء بعض الطلبة حول إجراء الامتحانات النهائية في إحدى المدارس الليبية بتونس. اليوم عدينا الرياضيات والتربية الإسلامية، الحمد لله جاوبنا، ونتمنى الأصدقاء التوفيق ونتمنى ننجح يا رب العالمين. عدينا اليوم امتحان الرياضيات والتربية الإسلامية، كان الامتحان جيد جدا ومشينا بطريقة موافقة، المراقبة كانت جيدة، المدرسين كانوا جيدين معنا والمعاملة كذلك. عدينا امتحان اليوم دين سهل، اليوم جونا حتى الأسئلة سهلات وحلينا، كن سهل الواحد الامتحان. اليوم عدينا امتحان الرياضيات والتربية الإسلامية وكنا جاهزين، والأسئلة جت الحمد لله، وإن شاء الله ربي يوفق أصحابي والمدرسة كلها. الحمد لله اليوم عدينا الامتحان، كان عندنا امتحان رياضيات ودين، كان الأسئلة سهلة والحمد لله، يعني كان كل شيء تمام، كان كل شيء تمام يعني، ونتمنى يعني التوفيق لجميع الناس اللي يقروا معي في الفصل، والحمد لله كانت الأسئلة سهلة وإن شاء الله ننجح يعني. وفي سياق منفصل، أعلنت بلدية سرت نيتها صرف بدل إيجار للمنازل المتضررة خلال الحرب على تنظيم الدولة. المكتب الإعلامي للبلدية أوضح عبر منشور بفيسبوك أنه سينشر قوائم بأسماء المستفيدين من بدل الإيجار خلال الفترة القادمة. وطمأنت البلدية المواطنين أنها ستصرف المبالغ المالية لكافة المتضررين جراء الحرب على التنظيم وفي كافة المناطق الواقعة ضمن حدودها.
النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين. دراسة دولية تقول إن طيران حفتر والدول المساندة له هي المسؤول الأول عن القتلى المدنيين في ليبيا. شباب قبيلة العواجير يبدون استعدادهم للتوسط بين الأطراف المتصارعة في منطقة الهلال النفطي بهدف حقن الدماء. قتلى وجرحى من ميليشيات الكرامة خلال اشتباكات مع قوة حماية درنة بمحوري شيحة والمغار. وكما تابعتم أيضا انطلاق امتحانات النقل النهائية لطلبة المرحلتين الأساسية والثانوية في مختلف المدن الليبية. أشكركم مشاهدين على المتابعة، إلى اللقاء.